محسن الصياد اللي كان معانا في الصوره طبعا اه دلوقتي طبعا كابتن مدرب نادي الزمالك. كابتن محسن ازي حضرتك والف مبروك. ليك كابتن سالم، الف مبروك يا كابتن. الله يخليك. الحمد لله، ده كله طبعا بفضل المستشار مرتضى منصور والدكتور حمدي عبد الرحيم، بس رئيس جهاز العاب الكوره في نادي الزمالك. وطبعا انا مش عايز اقول لك يعني الدعم اللي الشركة المستقر مقدمه لنا يعني فوق الوصف وفوق الخيال، واحنا بنجتهد عشان نرفع اسم نادي الزمالك على طول يعني. ان شاء الله ان شاء الله طبعا، عشان رئيس نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بيعمل كل ده عشان نادي الزمالك، عشان احنا في النهايه بالظبط، عايزين نرفع اسم نادي الزمالك. اسعد ايام بنعيشها بجميع الالعاب بعصر هذا الاسد المستشار مرتضى منصور. كلمنا، هل دي اول مره؟ انا عارف نادي الزمالك طول عمره عنده تاريخ كبير في العاب القوه، لكن هل دي اول مره الزمالك من فتره كبيره جدا ياخد الاول في كل الالعاب في كل المراحل السنيه؟ لا، هو سبق قبل كده ايام أمم من بعد، بس للاسف أمم ما كانش نفسي على الرياضه يعني. سبق ان انا خدت 7 بطولات اول جمهوريه فرق من النادي الاهلي، أمم بس ما كانش اي لعيب ياخد اي مد يعني. آه لعيبه اكثر من 4 سنين ما تاخدش مرتباتها، وكنت بتهم من اولياء الامور اللي اللعيبه دي بتدفع لها فلوس وانا باخدها. يعني تقريبا كان كل لاعب بيتحمل تكاليف نفسه. تكاليف نفسي انا كنت بجيب 24 ولد يجيب تبعيتهم لنادي الزمالك في عصر ممدوح عباس. اما في عصر المستشار مرتضى منصور اللعيبه بتلبس وبيتعمل لها عقود وبياخد وبتاخد فلوسها وبتستلم كرنجين طقمين في السنه. بص، هو مما لا شك فيه ان نادي الزمالك بيعيش عصر استقرار في كل حاجة، ومنهم الاستقرار المالي اللي هو أصبح شيء مهم جدا للرياضة. يعني هو ده اللي نجحنا في النادي ونجح كل الالعاب في النادي، لان كل لعيبه دلوقتي بتتمنى انها تيجي نادي الزمالك. كابتن محسن انا بشكرك وبتمنى لك دايما التوفيق، والف مليون مبروك. نرجع تاني.